بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: هل كلما طاف المسلم حول البيت عليه أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم حتى ولو وقت الكراهة؟ نعم يستحب، ما هو واجب، يستحب أنه كل ما يطوف يصلي ركعتين، في الطواف له صلاة ركعتين، هذا سنة متأكدة، بعض العلماء يرى وجوبها لكن الجمهور على أنها مستحبة لأنها مكملة للطواف ومتعلقة بالطواف وليس لها وقت، وقتها وقت الطواف، إذا طاف يصلي في أي وقت، قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار.